معلش هتبقى ملخبطه شويه، انا مش ماشيها لك بالسيكونس الطبيعي تمام. فاول حاجه في السيكونس الطبيعي بتاعنا ان في حاجه اسمها الانبوت اند اوتبوت ايكويشنز. ايه الانبوت اند اوتبوت ايكويشنز؟ هي طريقه للريبرزنتيشن بتاع السيستم بتاعنا. تقول لي زي الست سبيس؟ اه زي الست سبيس. دي طريقه ثانيه، الاثنين بيعملوا نفس الغرض والاثنين مهمين تمام. بيقول لك الفرق بس ما بينهم ان في الانبوت اوتبوت ايكويشن بنستخدم ديفرنشال ايكويشنز بس ما يظهرش فيها غير الانبوتس والاوتبوتس بس. شغال؟ فمش هيظهر معانا غير الانبوتس والاوتبوتس بس. طيب اكزامبل، اديني اكزامبل. فبيقول لك لو بصينا كده، ركز بس معايا في الاكزامبل ده. ايه المنظر اللي قدامنا ده؟ دي input and output equation، two input and output equations بتوع السيستم بتاعي. الملاحظه ان هو هنا ايه دايما فالستاندرد بيحط في الليفت هاند سايد بيحط فيه output، وتلاقي الاوتبوت بتفاضلاته، وفي الرايت هاند سايد بتلاقي الانبوتس. خلي بالك من الجمع، الانبوتس بتفاضلاتهم. تقول لي طب لو السيستم بتاعي فيه output تاني تعمل له equation منفصله، يبقى في الاوتبوت الثاني بدلاله كل الانبوتس. تقول لي وفين الحاجات اللي في النص الستيت فاريبلز والكلام؟ مفيش. ايه ده يعني ينفع يبقى مفيش؟ اه ينفع، بس هي ساعتها تطلع الايكويشن مجعلصه كده، يطلع فيها تفاضلات كتير وحاجات في الايكويشن لحد ما بتبقى الانبوت اوتبوت ايكويشن فعلا مختصره، بس الايكويشن نفسها بتبقى صعبه عن الستيت فاريبلز. احنا قلنا الست فيرب تبقى معادلات تفاضليه من الدرجه الاولى بس، فهتبقى سهل، بس هم كذا ايكويشن. فمن الاخر بيبقى عندي لكل اوتبوت، يعني عندي تو اوتبوتس يبقى عندي تو ايكويشن، ثلاثة اوتبوتس يبقى عندي ثلاثة ايكويشن، أربعة اوتبوتس يبقى أربعة ايكويشنز. يبقى في الليفت هاند سايد الاوتبوت بتفاضلاته والانبوتس كلها بتفاضلاته. الاوتبوت الثاني دي ايكويشن لوحدها يظهر بتفاضلاته، والانبوتس كلها في الليفت هاند سوري في الرايت هاند سايد بتفاضلاته. لحد هنا حد عنده مشاكل؟ ماشي. هم اخترعوا في الناس بتاعت الكنترول حاجه كده اسمها البي اوبريتور. ايه هو البي اوبريتور ده؟ بيقول لك بمنتهى البساطه عشان شكل التفاضلات بيخضنا بس كده، فلما نلاقي تفاضل بالنسبه للزمن هنشيل نحط مكانه بي. بس ده اللي عملناه. هو اصلا لابلاس، خط لابلاس في الماثيماتكس، بس الناس بتاعت الكنترول ممكن يكونوا ما خدوش لابلاس فاخترعوا البي اوبريتور ده. هو حته من لابلاس. لابلاس كنت بتشيل التفاضل وتحط اس، تفاضل الدرجه الثانيه تحط اس سكوير، تفاضل الدرجه الثالثه اس كيوب، نفس الكلام. هو هنا البي هو لابلاس اصلا فاهم، بس مش هنخش في التفاصيل يعني. فلو حبيت اطبق بي اوبريتور هنا هتلاقي دي واي دوت واي دبل دوت هتبقى بي سكويرد في واي 1، ودي زائد 2 بي في واي 1 زائد 2 واي 1 بتساوي 3 بي في يو 1 زائد 2 في يو 1 زائد يو 2 زائد 3 بي في يو 3. ايه اللي حصل؟ ما بقاش عندي معادله تفاضليه. بس ده الفكره بتاع بي اوبريتور. مره كمان هنا واي دبل دوت هتبقى بي سكويرد واي 2 زائد 3 واي 2 بتساوي يو 1 زائد 2 بي في يو 2، شلت التفاضل وحطيت البي، زائد يو 3. هو ده البي اوبريتور بمنتهى البساطه. وهو طريقة هتبسط علينا بس بدل ما نلعب بمعادلات تفاضلية هنلعب بمعادلات فيها بولينوميالز يعني. بس لحد هنا حد عنده مشاكل؟ ماشي. الكلام ده يستخدم في ايه؟ هناخد مسألة هنا ونشوف يستخدم في ايه. فهنا مثلا اداني المسألة دي، هنا ماس، في فريكشن، في فورس، هنا نقطة. خلي بالك دي أول مرة هنعمل النقطة دي، هنشوف فايدتها ايه. وعندي دمبر وسبرينج. عاوز ايه يا عم؟ عاوزك تستخدم البي اوبريتور. هو قال لك في المعادله تستخدم البي اوبريتور. لو ما قاليش ينفع تستخدمه؟ طبعا ينفع تستخدمه، لان هو هيسهل عليك من المعادله التفاضليه، لان المعادله التفاضليه شكلها كئيب يعني. طيب فهو قال لي هنا استخدم البي اوبريتور ماشي عشان تبتين الانبوت اوتبوت ايكويشنز للتو اوتبوتس. هو هنا اختار الاوتبوت بتاعته اكس 1 واكس 2، دول الاوتبوتس هو اختاره، هو حر يختار اي اوتبوت، مفيش ليميتيشن. طيب ازاي احل؟ نفس الخطوات فري بودي دايجرام. واحد يقول لي بس هو مش دول بارل؟ تقول اه دول بارل، بس دول مش دول حاجتين مختلفتين فما ينفعش اختصرهم. فخلي بالك عشان الناس يبارل يروح عامل، لا دول ما ينفعش، لان ده دمبر وده سبرينج.
فلو عندك منظر مجعلص كده هيبقى للاسف مضطر سيادتك تعمل فري بودي دايجرام للنقطه. تمام؟ ماشي، تعال نعمل السهل الاول. فاول واحده عندي الماس. ونعمل الحركه بتاعتنا، الماس ماشي في الاتجاه ده. ده الاتجاه بتاعه اكس 1 الابسوليوت، يبقى هو عنده ام اكس دبل دوت اكس 1. ماشي. وفي الفورس الاف اي اوف تي. ايه تاني؟ في فريكشن مع الارض، هو ماشي كده فالفريكشن هيبقى في فريكشن مع الارض في الاتجاه المعاكس. قيمته بي 1 السرعه بتاعتي اللي هي اكس 1 دوت ناقص السرعه الثانيه اللي هي مفيش عشان الارض. والماس ماشي في الاتجاه ده، فالسبرنج هيشده، السبرنج هيشده، يبقى في فورس السبرنج في الاتجاه ده. قيمتها سوري دي كي 1، قيمتها كي 1 الازاحه بتاعتي اللي هي اكس 1 ناقص ازاحه النقطه الثانيه اكس 2. ونجمع المعادلات دي كلها، فبقى عندي ام اكس 1 دبل دوت زائد بي 1 اكس 1 دوت زائد كي 1 اكس 1 ناقص كي 1 اكس 2 بسبب اف اي اوف تي. ودي المعادله الاولى بتاعتنا. تمام؟ وبعدين هعمل فري بودي دايجرام للنقطه. ركز بقى في الحته دي، ادي النقطه بتاعتنا ايه. النقطه ماشيه في الاتجاه ده اكس 2. فواحد يقول لي يبقى قبل ما انسى الاتجاه المعاكس عندي ام 2 اكس 2 دبل دوت. ما ام 2 بصفر، هي بوينت فماسلس فمفيش اصلا دي. تمام؟ صح تحطها بس يبقى فاكر ان الماس بصفر لو انت عاوز تشتغل سيستماتيك، لان هي نقطة فمالهاش ماس، نقطة مالهاش ماس. طب المهم هي ماشية في الاتجاه ده، فهتلاقي ايه بتزق أول حاجة السبرنج ده، فهتقول لي يبقى السبرنج هيزقها. قيمته كي 1 الإزاحة بتاعتي اكس 2 ناقص إزاحة النقطة التانية اللي هي على الطرف التاني اللي هي اكس 1. كنسلوا بعض؟ كنسلوا بعض هتلاقيك أنت صح. طيب النقطة ماشية في الاتجاه ده فبتشد الدمبر، فالدمبر هيشدها. وبتشد السبرنج فالسبرنج هيشدها. ده كي 2 اكس 2 وده بي 2 اكس 2 دوت. فالمختلف ان البوينت ما عندهاش ماس بس. حد عنده مشكله في دي؟ ونكتب تجمع المعادله، هيبقى عندك بي 2 اكس 2 دوت زائد اكس 2 ظهر مرتين فانا هجمعه كي 1 زائد كي 2 في اكس 2 ناقص K1 في X1 بيساوي صفر. فسيادتك ظهر عندك المعادلات التفاضلية دي. هو أول حاجة قال لك استخدم البي أوبريتور. فأول خطوة هتلاقيها عندك إن أنت تعمل إيه؟ إن أنت تشيل أي تفاضل وتكتب معادلات تانية بس بدلت البي أوبريتور ده. هتبقى شكلها أبسط يعني. فأنا هكتب المعادلات التانية تحت بس، فدي هيبقى عندي إم بي سكويرد في X1 زائد B1 في B X1 زائد K1 X1. ايه اللطيف بقى في القصه دي؟ ركز بقى في الحركه اللي هعملها. انا ممكن دلوقتي اخد X1 كومن فاكتور. شايف X1 هشيله من هنا واشيله من هنا واشيله من هنا وكل الكلام ده بضيفه في X1. حد عنده مشكله في الكلام ده؟ ده اللطيف في الحوار البي اوبريتور. خلانا نتعامل مع التفاضلات انها كوفيشنت للاكس 1. حد عنده مشكله لحد هنا؟ ماشي. ناقص كم بقيت المعادله؟ كي 1 اكس 2 يساوي اف اي اوف تي. ودي المعادله الاولانيه، نفترض ان دي معادله رقم واحد. نفس الكلام هطبقه هنا. هي بس هنا هتبقى اسهل كمان. عندك اكس 2 ركز معايا بي 2 في بي اللي هو بي اوبريتور اكس 2 زائد عندي كي 1 زائد كي 2 في اكس 2. واحد يقول لي خلاص بقى اعمل نفس اللعبه، خد اكس 2 كومن فاكتور منه. والله فانا هشيل اكس 2 من هنا واشيلها من هنا، فيبقى عندي كل الكلام ده مضروب في اكس 2 اللي هو بيتا 2 في تفاضل بتاع اكس 2 اهي، وكي 1 وكي 2 مضروبين في اكس 2 اهم، ناقص كي 1 اكس 1 بيساوي صفر. ودي معادله رقم 2. حد لحد هنا عنده مشاكل؟ طيب كلام لطيف خالص.
اتاكد بس ان انا دايما ماشي صح. تمام 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 ماشي. هو سيادتك عاوز ايه؟ قال لك عاوز الانبوت اوتبوت ايكويشنز. عندي كام انبوت؟ واحد اللي هو اف اي اوف تي بس. عندي كام اوتبوت؟ اثنين. اكس 1 واكس 2. يبقى هو عاوز الاتي، عاوز معادله لاكس 1 لوحدها ومعادله لاكس 2 لوحدها. ده اللي هو عاوزه. فانا معايا معادلات تفاضليه دي، يعني خلي ده الهدف بتاعنا، عاوزين نوصل لحاجه زي دي. ممكن اكتبهم انا بس ايه عشان مش هقعد اتعامل مع الترم الكبير ده. هسمي كل الترم ده هسميه كونستانت 1. هو في الاخر هو مش كونستانت يعني، بس اسميه اي حاجه كونستانت 1. فهكتب المعادله دي معلش تاني، كونستانت 1 مضروب في اكس 1 ناقص كي 1 اكس 2 بيساوي اف اي اوف تي. دي المعادلات اللي معايا اللي انا جبتها. وهنا هكتبهم برضه بنفس الترتيب، هكتب اكس 1 الاول ناقص كي 1 اكس 1 زائد هسمي ده كونستانت 2 زائد كونستانت 2 في اكس 2 يساوي 0. انا خدت معادلات تاني بس وشلت سميت ده عشان بس السهوله. هكتب لك ان ده اسمه، هسمي كل الترم ده سي 2 اللي بين براكت، وبين براكت ده هسمي ده سي 1 بس للسهوله. هو عاوز ايه بقى سيادتك؟ عاوزك تطقش المعادلتين دول. المعادله دي فيها اكس 1 واكس 2، والمعادله دي فيها اكس 1 واكس 2. عاوز معادلتين تانيين، يبقى واحده فيها اكس 1 بس واحده فيها اكس 2 بس. فطبعا من واحده تعوض في الثانيه وخلاص وخلصنا. او زي ما الدكتور بيحل معاك في المحاضره بالكريمر، براحتك دي زي دي، الاثنين زي بعض. بس انا عن نفسي بقى مش عارف، مش مستاهله الديترمنت وماتريكس وبتاع، فهي هي معادلتين صغيرين يعني. فانت من واحده تحل في الثانيه. فلو افترضنا مثلا دي، سيبك من دول واحد واثنين، خلينا دول واحد واثنين دول مهمين، دي واحد ودي اثنين. فانا بمنتهى البساطه اعمل كده، اقول لك فروم اثنين من اثنين، هجيب اكس واحد مثلا واقول لك ان اكس واحد هودي الناحيه الثانيه، يبقى سي اثنين على كي واحد اكس اثنين. يبقى انا كده جبت من معادله اثنين وديت اكس واحد للناحيه الثانيه وقسمت على كي واحد، طلع لي المنظر ده. وبعدين اقول لك سبستيتيوت ان الايكويشن الثاني ايكويشن واحد، ارجع اعوض بقى في ايكويشن واحد هنا، فيبقى عندي اشيل اي اكس 1 ويبقى احط مكانها القيمه دي، فسي 1 اكس 1 هيبقى سي 1 سي 2 على كي 1 مضروبه في اكس 2 ناقص كي 1 اكس 2 بيساوي اف اي اوف تي. طبعا لو عاوز تشيل الكي 1 من تحت اضرب الايكويشن كلها في كي 1، فلو ضربت الايكويشن كلها في كي 1 هيبقى عندك كي 1 سكويرد، وهنا ده هيبقى كي 1 في اف اي اوف تي. لحد هنا حد عنده مشاكل؟ طبعا مش ده المنظر يعني. ايه اللي قدامك دي؟ عندك ايكويشن فيها اكس 2 بس والانبوت بس. تمام؟ بس طبعا المفروض سيادتك تعمل ايه؟ الصح بقى ان انت سي 1 وسي 2 دول ترجعهم وتطقش بقى، تضرب تعمل ملتيبليكيشن بقى، لان في الاخر هيبقى عندك حاجه مجعلصه قوي كده. هيبقى عندك سي 1 هتحط الترم بتاعه ام اللي هو وبي سكويرد زائد بيتا 1 وبي زائد كي 1، والتاني كمان تحطه بي 2 بي كي 1 وكي 2. الكلام ده كله مضروب في اكس 2. ده انا كمان ممكن اخد اكس 2 كلها كومن فاكتور، يعني ممكن اخد دي كده ناقص كي 1 سكويرد، كل الكلام ده في اكس 2 يساوي كي 1 في اف اي اوف تي. بالمنظر ده. وتعمل ايه وتبسط بقى؟ طبعا انت ممكن تقف كده على الامتحان وتروح تشوف بقيه الامتحان وترجع تبسط، بس لازم دي مش تاخد عليها فول مارك في الجزئيه دي، لانك لسه ما وصلتش للمنظر النهائي. طبعا دي مش المنظر النهائي، شمال يمين مش دي المنظر النهائي. ف يعني لو قعدت كتبت لك المنظر النهائي ممكن اكتب لك واحده بس هي هتصدمك شويه، يعني هحاول اكتب لك المنظر النهائي في واحده منهم اللي هي دي مثلا، وانت بقى كملها انت في البيت. فبعد ما تظبط الترم المجعلص ده هيبقى عندك ام بي 2 بي كيوب، هيبقى عندك كيوب زائد بي 1 بي 2 زائد كي 1 في ام زائد كي 2 في ام في بي سكويرد زائد
بي 2 كي 1 زائد بي 1 كي 1 زائد بي 1 كي 2 في بي زائد كي 1 كي 2 وكل بقى البراكت المجعلص ده مضيوف في اكس 2 بيساوي كي 1 اف اي اوف تي. وباي ذا واي المفروض ترجع بقى تشيل البيهات دي وتحط التفاضلات. يعني ما تبقاش بي 3 ده انت هيبقى ده في اكس 2 تريبل دوت والبراكت ده هيبقى في اكس 2 دبل دوت والبراكت الكبير ده في اكس 2 دوت وده في اكس 2 بس. ده كمان لازم توصلها للمنظر اللي هو التفاضلي في الاخر لان المعادله في الاخر هي معادله تفاضليه تشيل البي اوبريتور يعني في الاخر. المساله دي مشكلة ان هي طويله بس مش اكتر. هعيد تاني باختصار في الثانيه. انا عاوز انا كده جبت بتاعه المعادله بتاعه اللي هو اكس 2 بس دي معادله تفاضليه. لو خدت بالك الاوتبوت كله في ناحيه بتفاضلاته لان دي تفاضلات زي ما قلنا والانبوت في الناحيه الثانيه. هتعمل ايه؟ عاوز اجيب الاوتبوت الثاني اللي هو مين؟ اللي هو اكس 1. فهعكس بقى فهجيب برضو فروم المعادله اللي هي رقم 2 عاوز اجيب بقى المواد العكس عاوز اجيب اكس 2 بداله اكس 1. فمن هنا عاوز اكس 2 هودي ده الناحيه الثانيه واقسم على سي 2 فيبقى عندي كي 1 على سي 2 في اكس 1 وبعدين ارجع اعوض سبستيوت في معادله 1. فلما اعوض في معادله 1 هشيل اي اكس 2 واحط مكانها الترم ده فيبقى عندي سي 1 اكس 1 ده معانا ناقص كي 1 اكس 2 هشيل اكس 2 واحط الترم ده فيبقى كي 1 في كي 1 يبقى كي 1 سكويرد على سي 2 في اكس 1 بيساوي اف اي اوف تي. وطبعا انا عاوز مش عاوز السي 2 دي فهضرب الايكويشن كلها في سي 2 فيبقى عندي سي 1 سي 2 في اكس 1 ناقص كي 1 سكويرد في اكس 1 بيساوي سي 2 في اف اي اوف تي. بس فعندك معادله دلوقتي فيها اكس 1 وفيها الاف اي اوف تي. بس طبعا سي 1 وسي 2 لازم تفكهم وترجعهم للاصول بتاعتهم، ما ينفعش تسيبها كده، الاصول بتاعتهم اللي هي الكئيبه اللي هنا دي. فتروح كاتب لي بقى ام بي سكويرد زائد بي زائد كي 1 ده الترم الاولاني، ده الترم ده مضروب في الترم الثاني اللي هو اللي تحت ده بي 2 بي زائد كي 1 زائد كي 2 الكلام ده كله ناقص كي 1 سكويرد والبراكت ده كله مضروب في اكس 1 بيساوي سي 2 اللي هي تحت دي برضو بي 2 بي كي 1 زائد كي 2. انا عارف الموضوع دمه تقيل وممل بس ده المطلوب يعني. وبرضو دي مش النهائيه ده انت المفروض تفنطها بقى تفصلها ودي على فكره هتطلع اكبر كمان من الايكويشن دي. فانا عارف الموضوع دمه تقيل بس هو ده المطلوب. وفي الاخر مطلوب من سيادتك ايه؟ معادله واحده يظهر فيها الاوتبوت على الطرف الشمال بتفاضلاته والانبوت على الطرف اليمين بتفاضلاته. خلي بالك هنا المعادله دي هيظهر هنا اهو ده التفاضل الثاني والتفاضل الاول بتاع الاكس 1. هنا خلي بالك هيظهر هنا تفاضل ناس قالت لي التفاضل بتاع الانبوت جه منين اصلا؟ من هنا ايه؟ البي اوبريتور لما يخش على اف هتلاقي هنا ده الاف اي اوف تي دوت. فالتفاضل جه من هنا. تمام؟ هو الفكره ان السيستم ده مختصر، الايكويشن دي هي كبيره بس عدد ايكويشنز اقل. ها انت مش بتحضر المحاضره؟ كنت بيحلها في المحاضره بقى. لا الكرامر كان هيحل الحته دي بدل من واحد في اثنين بس بدل ما تعوض في واحده في الثانيه. كرامر انا مش فاكر قوي كرامر بس يعني هجرب على جنب كده جت بقى معايا ما جاتش معايا ربنا يستر بقى. فلو انا عاوز اكس 1 بكرامر كان هيبقى بيقول لك ايه بتحط ترص المعادلتين تحت بعض كده و بتاخد اللي هو الرايت هاند سايد اف اي اوف تي وزيرو وبعدين تحط الكوفيشنت بتاع الثاني اللي هو نيجاتيف كي 1 وسي 2 ده ديترمنت وبتقسم على صح كده بكتب غلط سي 1 ونيجاتيف كي 1 و الثاني بقى نيجاتيف كي 1 و سي 2 على ما اتذكر. فالمهم فدي منظرها بالكرامر. فلما تيجي تضرب الديترمنت تضرب ده في ماينس ده فيبقى عندك ان اكس 1 بيساوي سي 2 في اف اي اوف تي وعندك
C1 C2 زائد لا سوري يبقى ناقص K1 squared. وبعدين تروح ضارب ده الناحية التانية فيبقى عندك C1 C2 ناقص K1 squared في X1 بيساوي C2 F A of T. فدي المفروض هي هي دي. الراجل سألني على كرامر. المفروض تحطها في المسامات تراجع عليها بقى شوف كرامر ده كان بيتعمل ازاي. ماشي فدي انا مش هبص عليها الدكتور حل معاك وانا حليت بطريقة تانية اللي عندك طريقتين تحل بيها. تمام؟ هي مشكلة المسائل دي ان انت انا بقول لك اقف هنا وخلص الامتحان كله وبعدين يبقى ارجع ايه نقنق بقى دي التنظيف بقى. تمام؟ لو انت لو وصلت هنا هتاخد مثلا ايه 9 من 10 كتر خير الدنيا اخلص الامتحان كله وبعدين اخد الدرجة دي. لان فعلا هنا مقرفة هتقعد تضرب البراكت التلاتة في البراكت ده وهنضيع وقت سيكشن على حاجة مش مستاهلة يعني. طيب فاذا كل اللي احنا قلناه دلوقتي ان احنا عندنا طريقتين لتمثيل السيستم الستيت سبيس دي طريقه والطريقه الثانيه اللي هي الانبوت اوتبوت ايكويشنز. ساعات بتبقى انت عاوز تجيب من طريقه لطريقه ثانيه ودي اللي هو الدكتور نزل المسائل الجديده بتاعتهم دي كانتش موجوده قبل كده. بقى عندك طريقه عاوز تحولها لطريقه ثانيه. تمام؟ ودول المسالتين اللي هم موجودين عندنا في شيت 2 النسخه الموديفايد ده. فهنا مثلا سؤال خمسه اداني ستيت سبيس ما ادانيش الرسمه اداني ايكويشن على طول قال لي عندك ستيت سبيس ده حولوا لي انبوت اوتبوت ايكويشن. قال لك حولوا لي اوبتين سكيلر ديفرنشال ايكويشن ان ترمز اوف واي ويو واي اللي هو الاوتبوت ويو اللي هو الانبوت. تمام ده عاوزين نحلها. وقال لك برضه ممكن يديك الانبوت اوتبوت ديفرنشال ايكويشن ويقول لك وهات لي يا عم انت بقى الستيت سبيس. خلي بالك المسائل دي لان الدكتور شكله عاجباه فغالبا هتيجي في حاجه يعني. فدول اللي هنحلهم دلوقتي، والمسائل عامة ما فيهاش أي حاجة ليها علاقة بالسيستم هي مسائل الرياضة. بس هقول لك الطريقة بتاعتها والموضوع تافه جدا يعني. لحد هنا حد عنده مشاكل؟ طيب. تعال نبدأ بسؤال خمسة. مبدئيا هو مديها لك بس هو مديها لك في شكل الماتريكس فورم فانا هرجعها لشكل ايكويشن. هو في الاخر عاوزني خلي بالك هو انا عندي صحيح قبل ما احل انا عندي كام انبوت اوتبوت ايكويشن المفروض تطلع من السيستم ده؟ شايف الماتريكس والدنيا الكبيره دي؟ المفروض واحده بس ليه؟ عشان عندي 1 اوت فانت عاوز تطقش الدنيا دي كلها على بعض يبقى تسيحها على بعض تطلع لك ايكويشن واحده. تمام؟ شغل الرياضه ملوش علاقه باي حاجه ولو ما قلتلكش المفروض انت ايه تقعد تنخرب كده وتحلها يعني مش محتاج فهم قوي يعني. فاللي احنا اول حاجه هنعمله هجيب بدل ما هي في الماتريكس فورم هجيبها في شكل ايكويشن ثانيه. اول حاجه اقول ان اكس 1 دوت بيساوي اكس 1 دوت اكس 2 زائد يو بس. ف فروم الماتريسيز هقول اول حاجه ان اكس 1 دوت بلاش اكس 1 دوت بي اكس 1 مش بي اكس 1 هو اكس 1 دوت بيساوي اكس 2 زائد يو و ان اكس 2 دوت او ان بي اكس 2 بيساوي اكس 3 زائد يو. ماشي يا عم اكس 3 زائد يو وان اكس 3 دوت او ان البي اكس 3 بيساوي خلي بالك بقى اكس 1 ماشي ناقص صح 3 اكس 2 زائد 3 اكس 3 زائد يو واخر معادله الاوتبوت ايكويشن ان الواي بتساوي ايه الواي؟ اكس 1 عندي الاربع معادلات دول لعب الرياضه طقشهم لي في معادله واحده بحيث يبقى لي ايه؟ يبقى لي الواي واليو بس. حد فاهم حاجه؟ عندي اربع معادلات هتاخد من واحده تعوض في الثانيه اخد من واحده تعوض في الثانيه بس المشكله اللي عندنا في الرياضه احنا بقول ده في الرياضه دي اول حاجه تاني مشكله ان انت لو انت مش محدد انت عاوز تعمل ايه مش هتعرف. فاول حاجه انا عاوز اعمل ايه؟ عاوز ايكويشن يتبقى فيها الواي واليو. فبدايتي فين؟ بدايتي اللي فيها الواي. تمام؟ يعني بدايتي هنا اهي. بدايتي دي اللي انا عارفها. وتبدا تشوف ايه تاني ايكويشن؟ انا معايا هنا ان اكس 1 بيساوي واي. اسهل ايكويشن اقعد فيها دي. بس وابدا بالتتابع يعني. فانا اول حاجه عندي ايكويشن تعال حتى نرقمهم 1 2 3 و 4 from 4
انتو واحد. من ايكويشن 4 هعوض في واحد ان انا اشيل اي اي اكس 1 واحط مكانها الراجل اللي اسمه الواي، فعندي اصبح عندي ان بي واي بتساوي اكس 2 زائد يو، او ان اخيرا جبت ان اكس 2 بدلاله الواي ويو بي واي ناقص يو. انا كده معايا اكس 2 وافترض ان دي بقت 5، وهنا بقى فروم 5 اعوض في 3 سوري 2 صح، انا شاورت غلط في 2، فهيبقى عندي بي اكس 2 بي اكس 2 اللي هي الترم الكبير ده بي واي ناقص يو ماشي بيساوي اكس 3 زائد يو، او من الاخر ان اكس 3 الحمد لله اصبح بيساوي دي هتبقى بي سكويرد واي ناقص بي يو ناقص يو. ودي ايكويشن 6، معلش استحملني انا اسف، ودي ايكويشن رقم 6. لو عندي غلطه في الماثيماتكس بس قولها لي. ودي ايكويشن رقم 6، فبقى عندي ايه من 4 و5 و6 هعوض في 3. فروم 4 و5 و6 انتو 3 اللي هو ايه، شيل بقى ادي بي، شيل اكس 3 احط قيمتها ايه، اصبح عندي بي 2 واي ناقص بي يو ناقص يو بيساوي اكس 1 هي الواي. ركزوا معايا عشان انا ما اتلخبطش، عشان تسكوا ده بيلخبطنا. 3 اكس 2 اكس 2 اللي هي اهي، المشكله ان الواي واليو بيلخبطوا، تكتب واي تلاقيها طلبت يو، تلاقي المسائل راحت منك بقى. ف فركز والنبي ده عشان انا والله غلطت فيها وانا بحلها اول مره، كتبت واي والواي قعدت تطول تطول بقت يو، واليو بقت واي، والدنيا راحت. هما منقين سيمبلز ارخم من بعض. فايه 3 في اكس 2 3 في اكس 3 زائد 3 في اكس 3 اللي هي الكبيره دي اللي هي بي سكويرد واي ناقص بي في يو ناقص يو زائد يو الحمد لله. بص على الايكويشن بقى المقرفه اللي قدامنا دي، قدام فيهاش ايه؟ ما فيهاش غير الواي وما فيهاش غير اليو، بس مطلوب من سيادتك ايه؟ نظفها بعد اذن سيادتك يعني، لو مش هيبقى فيها رخام. نفس الكلام فعندك اخر دقيقه تعالى عشان ما نظفتش انا نظف معاكم دي. فعندي ادي بي كيوب في واي ناقص بي سكويرد في يو ناقص بي يو يساوي، انت حد بيكلمني ولا بكلم نفسك ولا بتعمل ايه؟ زائد 3 يو زائد 3 بي سكويرد في واي ناقص 3 بي في يو ناقص 3 يو زائد يو. فهتلاقي بقى عندك حاجات تكنسل بعضها، 3 يو و3 يو، ودي الوايات كلها في ناحيه، فبقى عندي بي 3 واي اهي ادي الواي، عندي واي ثانيه اهي هتروح بالنيجاتيف ناقص 3 بي سكويرد واي، عندي واي ثاني دي صح؟ يبقى زائد 3 بي في واي وناقص واي. فانا كده خلصت من دي وخلصت من دي. ماشي نودي اليوهات بقى، فادي اليو الاولانيه هتبقى بالبوزيتيف بي سكويرد يو، خلصنا من دي. والبي يو ظهر تاني اهي، بي يو هنا هتروح بالبوزيتيف يبقى ناقص 2 بي يو عشان دي مع دي زائد يو صح كده؟ ومعلش اخر خطوه، انا كده اخر خطوه خالص انت تحطها معادله طفوليه، واي دبل دوت ناقص 3 واي دبل دوت زائد 3 واي دوت اللي انت تشيل البي اوبريتور يعني ناقص واي يو دبل دوت ناقص 2 يو دوت زائد يو. طبعا ده موضوع ملوش اي لازمه خالص غير ان هو ممكن تحول من واحده للثانيه يعني. حد عنده مشكله في الكلام ده؟ كلام عبيط ما سمعتك ملوش اي علاقه. الثانيه بقى يقول لك ايه، هو اداك دي بقى هات هات الثانيه، ما لعب برضه رياضه برضه ملوش علاقه باي حاجه، بس يعني مطلوبه والدكتور مهتم بيها، ف خلينا نحلها برضه. وبعد كده نخش في الروتيشنال. الثانيه اسهل، الثانيه اسهل او مش اسهل اطول، مش اطول يعني. طيب
سؤال ستة. سؤال ستة قال لي سيادتك ايه بقى؟ قال لك هو بادي من هنا عشان دي اللي انتوا كنتوا متلخبطين في المقوله الدكتور كان بيقولها كده وانتوا كنتوا فاهمينها غلط. فهنا بقى بيقول لك اوبتين الستيت سبيس ريبريزنتيشن بتاع الايكويشنز دي. كان الدكتور بيقول لكم في المحاضره بقى لما تلاقي معادله فيها تفاضل من الدرجه ل ان يبقى عندك ان ستيت فاريبلز. فاكر هي يقصد دي مش الايكويشنز السيستمز كان بيجن. يقصد على دي تمام. هو هنا اصلا في الايكويشن دي انت ما تعرفش شكل السيستم ايه وما تعرفش مين اللي هل كان فيه سبرينج ولا كان فيه ماس ولا ما تعرفش اي حاجه. هي دي قدامك فانت المفروض سيادتك تفترض هنا مين هم الست فاريبلز لان هو مش جيفن هنا اي ست فاريبلز مفيش اي حاجه هي ايكويشن. فهو هنا الاجابه بقى بيقول لك لما تلاقي معادله تفاضليه وفيها تفاضلات هنا بتاعت اللي هي الاوتبوت فانت بتفترض الست فاريبلز بتساوي عدد التفاضل بتاع الاوتبوت. يعني انا هنا عندي واي تريبل دوت فعندي ثلاثة ست فاريبلز بس دي الاجابه. فانا عندي وتفترضهم بقى ليت بص ركز معايا بتمشي من التفاضل الاقل تفاضل اللي هو ان الست فاريبل الاواني اكس 1 هو واي ده الست فاريبل الاولاني والست فاريبل اكس 2 هو الواي دوت وان الست فاريبل اكس 3 هو الواي دبل دوت. دول الست فاريبلز بتوع سيادتك. مين دول انا ما اعرفش. انت بتعمل ماثيماتيكال ريبريزنتيشن يو دونت كير مين دول اصلا. دي اللي هو كان بيقول لك في المحاضره عدد الست فاريبلز بيساوي عدد التفاضلات هي لو عندك اصلا انبوت اوت ايكويشن. لحد هنا حد عنده مشاكل؟ ايه؟ تاني لما تلاقي عندك انبوت اوت ايكويشن تمام؟ فيها معادلات تفاضليه بالمنظر ده بيقول ويقول لك حويها للستيت سبيس ريبريزنتيشن. فالستيت سبيس احنا لما كنا بنحلها بيبقى عندنا موديل فانا ببقى عارف مين هم الستيت سبيس انما هنا ما عنديش موديل فانا مش عارف. فانت هتفترضي حاجات وهميه. طب هم كام ستيت فاريبل؟ فالدكتور قال لك في المحاضره عدد الستيت فاريبلز هيكون عدد التفاضل الكبير اكبر تفاضل. فدي معادله تفاضليه من الدرجه الثالثه لان اعلى تفاضل هو الدرجه الثالثه. فاذا يبقى عندي كذا ستيت فاريبل اسمهم ايه؟ احمد ومحمد وحسين اي حاجه اكس 1 اكس 1 واكس 2 اكس 3 اي حاجه انا سميتهم بالتسميه دي اكس 1 واكس 2 اكس 3. مين هم بقى؟ اقل تفاضل هو اكس 1 بعدين اكس 2 واكس 3 بس ده اللي احنا عملناه. وبعدين ري رايت ذا ايكويشن بدلاله الست فاريبلز. عيد كتبت الايكويشن تاني بدلاله الست فاريبلز اللي هي الايكويشن دي. فيبقى عندي اليو الستة يو بيساوي 6 واي بدل ما اكتب 6 واي هقول 6 اكس 1 11 واي دوت هقول 11 اكس 2 6 واي دبل دوت هقول 6 اكس 3. طب والاخير بقى واي تريبل دوت هقول ايه؟ اكس 3 دوت بالظبط. انت عارف ان هي كده اتحلت؟ خلاص؟ اتحلت ازاي؟ هو اصلا الستيت سبيس برزنتيشن كان عباره عن ايه؟ الكوشن بتوصف ايه؟ الستيت سبيس حد فاكر؟ احنا كنا عاوزين ايه؟ انا كنت عاوز المنظر ده، عاوز اكس 1 دوت واكس 2 دوت واكس 3 دوت والاوتبوت. عاوز ثلاث معادلات، معادلات بتاعت التفاضل الاول بتاع كل ستيت فاريبل ومعادله الاوتبوت، ويكون في الرايت هاند سايد ما يبقاش فيه غير الستيت فاريبلز او انبوتس. طب اكس 1 دوت هي عباره عن ايه؟ اللي هي واي دوت اللي هي اكس 2 خلاص اهي يا عم اكس 2 اكس 2 دوت اللي هي واي دبل دوت اللي هي اكس 3. طب اكس 3 دوت اهي هجيبها منين؟ ودي كل الناحيه الثانيه. فانت هتلاقي عندك ايه؟ هتودي تبقى نيجاتيف 6 اكس 1 ناقص 11 اكس 2 ناقص 6 اكس 3 زائد 6 ايوه والواي بتساوي مين؟ اهي اكس 1. ممكن نحطها في ماتريكس فورم لو سيادتك عاوز نحطها في ماتريكس فورم الموضوع عبيط اهو. حط بقى اكس 1 دوت اكس 2 دوت اكس 3 دوت والماتريكس الكلام ده بيساوي اكس 1 اكس 2 اكس 3 في الانبوت بتاعنا اللي هو يو واتنقل بقى الكلام ده اكس 1 دوت بيساوي 0 مع كده بالمنظر ده بيساوي اكس 2 بس واكس 2 دوت بيساوي اكس 3 بس
و x ثلاثة دوت بيساوي نيجاتيف 6 في x 1 نيجاتيف 11 في x 2 نيجاتيف 6 في x 3 و 6 في اليو. وعاوز الايكويشن بتاعت الواي يا عم سهلة، ادي الواي بتساوي زي ما انت شايف كده 1 0 0 في x 1 x 2 x 3 طبعا زائد 0 في الواي في اليو. برضو لعب رياضة، هو ما فيهوش حاجة يعني، هو بس هدف المسألتين دول يقول لك انت ممكن تحول من سيستم للتاني، وعاوز يقارن لك الفرق ما بين الاثنين. المنظر المجعلص الكبير ده هو هو نفس الايكويشن دي، مفيش اي خلاف ما بينهم، هم هم نفس الايكويشن. الفرق ان دي ايكويشن واحده بس مختصره بس مجعلصه معادله تفاضليه من الدرجه الثالثه، انما دي كلها ماتريكس ملتيبليكيشن ومعادله تفاضليه من الدرجه الاولى، فده لحد ما اسهل يعني. حد هنا عنده مشاكل؟ انتوا نمتوا ولا ايه؟ محدش يرد عليا. طيب خدوا بريك بقى، هنخش في الروتيشنال سيستم. حد بين حاجه هنا؟ امسح هنا.
طيب يا جماعة نكمل الموضوع عبيط جدا جدا جدا. الفكرة هو الدكتور حتى لما قال لكم قال لك ان هو شبه الترانزليشنال فمش هنقوله, فهو موضوع كده فعلا فانا هحل على طول اصلا, بس عملت لك الجدول الزيادة ده. فبيقول لك ان الترانزليشنال سيستم شبه الروتيشنال سيستم في كل حاجة في نفس الخطوات, هي بس في انالوجي. يعني ايه انالوجي؟ يعني بيقول لك ان انا عندك ماس والماس بتشده بفورس فبيعمل فريكشن مع الارض وفي سبرينج فسمشن الفورس تساوي ماس الاكسلريشن. الروتيشنال برضه نفس الكلام, عندك بتاع كده انت عاوز عجله مثلا عاوز تلفها, فلما بتلفها هي فورس بس بتترجم لتورك, ففي تورك, فالانبوت هنا كان فورس الانبوت هنا تورك. ده كان بيمشي ازاحه اكس, ده يمشي زاويه سيتا ريديانز, هيمشي زاويه سيتا, هيعمل فريكشن مع الارض, ده كان بيعمل فريكشن مع الارض, ده ممكن يعمل فريكشن مع الارض.
تمام؟ الفريكشن هنا كان ريلاتيف للفيلوستي، هنا هيبقى ريلاتيف للانجلر فيلوستي. تمام؟ كل ما الدوران بيزيد كل ما الفريكشن يبقى اعلى. هنا كان بيشد السبرنج، هنا عارف يعني كنت انت مثلا بتضغط او بتشد دي، هنا كانك بتعمل روتيت لدي، فالستيفنس روتيشنال ستيفنس. الستيفنس العادي كان ريلاتيف للدلتا اكس، ده يبقى ريلاتيف للدلتا سي. بس كده تمام. فهتلاقي سبمشن الفورس يساوي ماس الاكسليشن، سبمشن التوركس بيساوي جي. جي دي خدتوها انتوا في خواص المواد في الفيزياء المفروض، اللي هي الاسطوانه المفرغه والاسطوانه المصمطه كان اسمها ايه؟ الانيرشال مش عارف. المهم الجي دي اللي هي مومنت اوف انيرشي. اه الجي دي كانت مومنت اوف انيرشي، ودي الانجلر اكسلريشن. تمام؟ كان عندك اكس وفيلوستي واكسلريشن، عندك ثيتا واوميجا وانجلر اكسلريشن. تمام؟ التورك الفورس بالنيوتن، التورك بالنيوتن متر. الجدول ده بس ده اللي انا كنت عاوزك تشوفه. حد هنا بس كجدول، لسه هنشوف المسائل بقى ونحاول نفكر. بس الجدول ده حد عنده فيه مشكله؟ المفروض كلها معلومات انت عارفها قبل كده. تمام؟ فاحنا نحل على طول بقى، نخش في الليفل الوحش على طول. يقول لك خد يا عم المساله دي وهات لي الستيت في الماتريكس فورم. على طول اكبر حاجه، مش اكيد مش هبدا معاكم من البدايه يعني خالص. فتعالى نبدا بمساله 3. طيب لما يقول لك هات لي في الماتريكس فورم، احنا كنا بنعمل في ترانزيشن بنجيب الفورمولا ديجرام ونعمل موديلنج ايكويشنز وبعدين نحطها في الماتريكس فورم، وكنا الاول بتقول لي اه بتشوف مين هم الستيت فاريبلز، شويه الحركات دي هنعملها كلها بالظبط. يعني مثلا تعالى الاول نشوف مين هم الستيت فاريبلز بتاعتنا. في الترانزيشن كنت بتشوف الماسز وكانت تبقى الفيلوستي، هنا هتشوف الجهات وتبقى الانجلر فيلوستي. فانا عندي هنا سوري انا ما كتبتش اساميهم، بس هي جي 1 وجي 2 لازم يديك اساميهم. دي جي 1 ودي جي 2، دي بتمشي اكس ثيتا كده ودي بتمشي ثيتا كده نفس الحاجه. فتقول لي ست فاريبلز، انا عندي جي 1 فيبقى عندي اوميجا 1، وعندي جي 2 فيبقى عندي اوميجا 2. دي اول حاجه. وكان عندك كام ستيفنس؟ كنت كل ستيفنس بتديله الاكس بتاعته، عندي ستيفنس كي 1 وستيفنس كي 2، فيبقى عندي فعلا كي 1 وكي 2، بس هنا مش هاخد الستيفنس سوري الدلتا اكس، هاخد الدلتا ثيتا، تبقى ثيتا 1 ناقص 0 اللي هي ثيتا، ثيتا 1، وهنا عندي ثيتا 2. لحد هنا بس اللي كنت بتعمل كده بخطوه بدائيه في الاول. انا عارف انا بتلخبط بعك سامحوني في الكلام يعني. مش انا ماشي طيب. لحد هنا حد عنده مشكله؟ طيب فاول خطوه كانت دي، وبعدين نعمل الفري بادي دياجرام. ازاي بعمل فري بادي دياجرام بالبتاع ده؟ فمعلش ايه سيادتك هتيجي تقف هنا وتبص لها كده ايه كاسطوانه من الناحيه دي. فانا هبص للجي 1 فهعمل فري بادي دياجرام. فهبص للجي 1 يعني انا 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 اهو ادي عينيا اهو وادي مناخيري وادي بقي وبص كده. فاصبحت الجي 1 اهي. تمام؟ فالجي 1 كانت ماشيه ثيتا في الاتجاه ده. ابسوليوت ابسوليوت ديسبليسمنت. وتقول لي يبقى على طول في هنا جي ثيتا دبل دوت جي 1 ثيتا 1 دبل دوت نفس الطريقه، حط نفس الطريقه. تمام؟ وابدا اشوف الفورسز. فكان عندي التورك هحطه زي ما هو التورك، وعند اشوف الحاجات بقى اللي هتعكسني الفورس اللي هتعكسني. فاول حاجه الماس بيلف في اتجاه ده سوري الصوره دي بتلف في اتجاه ده، فالسبرينج مش عاوز تلف فيعمل لفه عكسها. حد واخد باله من الكلام ده؟ انا بحاول الف الستيفنس دي كده فهي لا بتعمل فورس عكس، فتلاقيها تعمل فورس عكسيه في اتجاه ده بدلاله كي 1. الفورس بتساوي ايه بقى؟ هتقول لي الازاء الثيتا عند النقطه دي ناقص الثيتا عند النقطه الثانيه، فثيتا 1 ناقص ثيتا 0 اللي هي 0 يعني، يبقى في ثيتا 1. دي اول حاجه، يبقى انا خلصت من الاستيفنس. ركز بقى هنا الاسطوانتين ما بينهم فريكشن. تمام؟ والفريكشن ما بينهم هيولد فورس. فتقول لي انا بعمل فيه بادي دياجرام الاسطوانه دي بتلف كده، فالفريكشن تعمل فورس عكسها. فريكشنال فورس في الاتجاه ده. طب ماشي قيمتها بيتا، السرعه بتاعتي اللي انا بلف فيها ناقص السرعه الثانيه، فتبقى اوميجا 1 او ممكن تبقى ثيتا 1 دوت ناقص ثيتا 2 دوت بالمنظر ده. لحد هنا حد عنده مشاكل؟ هكتب الايكويشن وهكتبها بدلت الاوميجا بقى والست فاريبلز على طول. فمثلا جي ثيتا ده اتجاه بتاعنا اهو، جي ثيتا دبل دوت، فهكتبها جي 1 اوميجا 1 دوت دي
اكتبها دي سيتا 1 دوت وسيتا 2 دوت هكتبها اوميجا 1 واوميجا 2 تبقى زائد b اوميجا 1 ناقص b اوميجا 2 وين عندي زائد k1 سيتا 1 الكلام ده كله بيساوي الناحيه الثانيه تورك a اوف t الا ما لقطهاش نعملها مره كمان مره كمان برده بس نبص برده من نفس الناحيه كده عشان ما تلخبطش نفسك فانا باصص برده من هنا ببص على جي 2 بتعمل سيتا 2 في الاتجاه ده في اتجاه الحركه بتاعتها سيتا 2 كده كده فقبل ما انسى تقول لي اه يبقى في الاتجاه المعاكس جي 2 سيتا 2 دبل دوت بالظبط ونبدا نشوف الحاجات اللي عليها تقول لي هي بتلف كده فالستيفنس ده مش عاوز بيعمل فورس عكسه فتقول لي يبقى في الفورس بتاعت الستيفنس كي 2 سيتا 2 ناقص السيتا الثانيه مفيش يبقى سيتا 2 بس تقول لي برضو الصوانه بتلف كده فبتعاكس الفريكشن فالفريكشن يعمل فورس عكسها الفورس بتاعت الفريكشن هي بيتا السرعه بتاعتي ناقص السرعه الثانيه سيتا 2 دوت ناقص سيتا 1 دوت اللي تشيك برضو بتاعنا لو جيت جمعتهم يكنسلوا بعض خلي بالك نفس اتجاه الروتيشن اهو بس يكنسلوا بعض او يكنسلوا بعض يبقى انت صح نجمع برضو المعادله اكتبها بداله السيت فاريبلز جي 2 اوميجا 2 دوت زائد b في اوميجا 2 زائد k 2 سيتا 2 ناقص b في اوميجا 1 يساوي 0 لحد هنا حد عنده مشاكل؟ دي الموديلنج ايكويشنز بتاعتنا اهي لحد هنا حد عنده مشاكل يا جماعه؟ طيب دي كانت اول خطوه المودلنج ايكويشن الحمد لله اللي جاي زي اللي فات بقى خلاص يبقى هعمل انا عاوز اجيب الستيت فاريبلز ايكويشنز بتاعتي انا عاوز ايكويشن فيها السيتا 1 دوت وعاوز ايكويشن فيها السيتا 2 دوت سيتا 1 دوت ما معروفه ان هي اوميجا 1 كتر خير الدنيا سيتا 2 دوت معروفه ان هي اوميجا 2 عاوز ايكويشن فيها الاوميجا 1 دوت والاوميجا 2 دوت اوميجا 1 دوت هجيبها منين هجيبها منين اهي هتودي كله الناحيه الثانيه وتقسم على 1 على جي 1 واصلا كان عندي التورك اي اوف تي ودي كل حاجه الناحيه الثانيه بالاشاره السالبه بي اوميجا 1 ناقص كي 1 سيتا 1 زائد بي اوميجا 2 نفس الكلام للثانيه انا عاوز اجيب اوميجا 2 دوت اهي هودي كله الناحيه الثانيه بالاشاره السالبه واقسم على جي 2 فيبقى عندي ناقص بي اوميجا 2 ناقص كي 2 سيتا 2 زائد بي اوميجا 1 وانت كده جبت مين؟ الستيت ايكويشنز اللي هم 1 2 3 4 خلصت؟ لا هتنقص تاخد بالك ان هو قال لك عندي اوتبوت هو الانجلر اكسلريشن بتاع جي 2 فهو كان عاوز كمان الاوتبوت ايكويشن اللي هي الفا 2 دي بتساوي ايه الفا 2؟ الفا 2 دي انهي ايكويشن؟ ايه يا عم اوميجا 2 دوت اللي هي نفس الايكويشن اللي فوق دي انا اسف اكتبها تاني كي 2 سيتا 2 زائد بي سيتا 1 اوميجا 1 الحمد لله ودي الاوتبوت ايكويشن بتاعتنا. فيها غلط؟ نعم. جبنا ايه؟ نفس ال فاكر ما كنت اقول لك عندي الماسز فالماسز بتجيب الفلوستيز نفس الكلام الجهات بيبقى الفلوستي بتاعتها بس الانجلر فلوستي. تمام؟ ولما كنت اقول لك الاستيفنس او السبرينج بتبقى الديسبليسمنت نفس كلام الاستيفن او الدلتا اكس هنا الاستيفنس بس الدلتا سيتا فالاستيفنس او اني كي 1 سيتا 1 ناقص 0 يبقى سيتا 1 والثاني سيتا 2 ناقص 0 يبقى سيتا 2 هو الموضوع انالوجي ما فيهوش اي فكر جديد حطها لي بعد اذنك في الماتريكس فورم بس الموضوع بسيط هنحطهم في الماتريكس ارسمهم بقى زي ما ترسمهم براحتك يعني انا ممكن ترسمهم ادي سيتا 1 دوت سيتا 2 دوت اوميجا 1 دوت واوميجا 2 دوت دي ملهاش بقى صح من غلط يعني بس تسبب بقى تسبب يبقى ده سيتا 1 سيتا 2 اوميجا 1 اوميجا 2 زائد الانبو بتاعنا اللي هو تورك اي اوف تي وترسرس بقى المعادله بتاعتك يعني اول حاجه عندك سيتا 1 دوت بيساوي اوميجا 1 فهيبقى 0 في سيتا 1 و0 في سيتا 2 و1 في اوميجا 1 و0 و0 دي اول واحد وبعدين سيتا 2 هو واحد بس في اوميجا 2 والباقي كله صفار
ف 0 0 0 و 1 في اوميجا 2 و 0. كده خلصت كمان من سيتا 2. نشوف اوميجا 1. اوميجا 1 مجعلص شويه فمعلش ايه نركز شويه. فاول حاجه ظهر السيتا 1 ظهرت نيجاتيف كي 1 على جي 1 يبقى اكتبه هنا نيجاتيف كي 1 على جي 1 فدي اول حاجه كتبناها. سيتا 2 ظهرت في المعادله ما ظهرتش يبقى صفر. اوميجا 1 ظهرت اوميجا 1 ايه نيجاتيف بي على جي 1 نيجاتيف بي على جي 1 اوميجا 2 ظهرت بي على جي 1 بي على جي 1 الانبوت ظهر واحد على جي 1 واحد على جي 1 كده خلصنا من اوميجا 1 اوميجا 2 سيتا 1 ظهرت ما ظهرتش زيرو سيتا 2 ظهرت نيجاتيف كي 2 على جي 2 نيجاتيف كي 2 على جي 2 اوميجا 1 ظهرت بي على جي 2 بي على جي 2 اوميجا 2 ظهرت نيجاتيف بي على جي 2 نيجاتيف بي على جي 2 الانبوت ظهر ما ظهرش يبقى زيرو تمام؟ فاخر حاجه خالص اوت ايكويشن دي عبيطه بقى الفا 2 سيتا 1 سيتا 2 اوميجا 1 اوميجا 2 زائد فنشوف سيتا 1 ظهرت ما ظهرتش زيرو هي عامه هيبقى بالظبط اهي هو الكولوم ده هتنقله زي ما هو سوري الرو ده نيجاتيف كي 2 على جي 2 بي على جي 2 نيجاتيف بي على جي 2 وزيرو في التورك اي اوف تي. فاللي استفدنا بس من المساله دي ان احنا عرفنا ان في الاخر الصعوبه كلها ان انت تطبق حته الانالوج دي اللي انت سيرتك بس عاوز تتمرن عليها. الدكتور ما ضيعش فيها وقت في المحاضره وقال لك سهله تمشيها مع بقى مع نفسك فعشان كده ايه احنا حلينا عليها على طول مع بعض يعني. ومعتقد ان هي مش صعبه يعني. صح؟ او حاسسها سهله. في حاجه كمان كنا خدناها فهنناقشها في النقطه دي في المساله الثانيه هي حاجه عبيطه خالص برضو فاكرين البارل والسيريس كومباينيشنز بنفس الطريقه مفيش اي اختلاف يعني بيتا 1 وبيتا 2 دول سيريس سوري بارل هتبدلهم بفريكشن واحده مكافاه ليهم واربعه وثلاثه دول برضو بارل تبدلهم بواحده مكافاه ليهم والاثنين ستيفنس دول سيريس تبدلهم بواحده ستيفنس اللي هو السيريس بتاعهم بس ده اللي مطلوب منك فانا مثلا هحل بارت بي قبل بارت ايه بارت بي بيقول لك ايه عيد رسمه الرسمه بدلت بعد ما تشيل الحاجات السيريز والبارك بس فانا هرسمها تاني هرسم هنا بقى فحتى ممكن نقف على بي واسيبك انت فكويشن 3 بي قال لك عيد رسمه الرسمه وشيل لي بقى اي حاجه بارد وسيريز فانا هرسم الرسمه تاني كي 1 ده هو مش هعرف اتغير منه. بس انا اقدر احط دي هنا واقول ان دي بي ايكويفالنت 1 واكتب معادلتها على طول بي ايكويفالنت 1 بتساوي بي 1 زائد بي 2 دي اول حاجه خلصت منها. الاثنين دول ممكن تثبتهم ممكن تثبتهم برضو زي ما قلنا قبل كده. فانا اول حاجه خلصت منها دي و الاستيفنس دي هسميها كي ايكويفالنت وكي ايكويفالنت هي كانت كي 2 سوري سيريز مع كي 3 فاكتب كي 2 كي 3 على كي 2 زائد كي 3 وخلصت من دي واخر حاجه خالص ادي جي 2 تمام هشيلها التو فريكشنز دول واحط فريكشن واحده بس وقول بي ايكويفالنت 2 بي ايكويفالنت 2 هتساوي بي 3 زائد بي 4 واخر حاجه خالص مش هنساها التورك طبعا وخلي بالك هنا بقى دي برده مساله جديده خلي بالك الازاحات او الديسبليسمنتس السيتا يعني في اتجاهات معاكسه دي سيتا 2 وعكسها سيتا 1 هتفرق معانا برده في فري لما نيجي نحل فدي حل بارت بي دول بارل شلناهم حطينا ايكويفالنت دول سيريز شلناهم حطينا ايكويفالنت دول بارل شلناهم حطينا ايكويفالنت لحد هنا حد عنده مشاكل؟ همسح راس السؤال هو هنا عاوز بقيه السؤال عاوز فيه بارل ديجرام بس وموديلنج ايكويشن حد من حاجه هنا؟ انا هحل بس في الحته دي
انا مش عارف حد بينقل بس خلاص. هو مش عاوز حتى state variables ولا اي حاجه, هو عاوز بس free body diagrams, free body diagrams و اسمها ايه والmodeling equation. فاعمل لك رسمه عبيط دي, انا هجي انا هقف انا هنا كده وابص انا هنا بقى كده واعمل free body diagrams لكل واحد لوحده. فاول حاجه هيظهر لي الجي 1 والجي 2. خلي بالك بقى لما اشوف جي 1 ده جي 1 السيتا بتاعته كانت كده, انما جي 2 كانت السيتا بتاعته كده عكس بعض. دي اهم حاجه لازم تبقى واخد بالك ان اتجاه الروتيشنز كانوا عكس بعض بس. ونكمل بقى بقيه حل المساله. فتقول لي ان سيتا 1 جي 1 كان بيلف اتجاه ده, فتقول لي اه يبقى عندي ام 1 سيتا 1 دبل دوت في الاتجاه المعاكس. تمام, انا بتكلم على ده الاول, هو بيلف كده فعندي ام 1 سيتا 1 في الاتجاه المعاكس. هو بيلف كده ففي فريكشن في الاتجاه المعاكس برضه, فهو بيلف كده فالفريكشن عكسه. هو قيمه الفريكشن بي ايكويفالنت سرعتي ناقص السرعه الثانيه, بي ايكويفالنت 1 سوري سرعتي اللي هي سيتا 1 دوت ناقص السرعه الثانيه مفيش عشان الارض سيتا 1 دوت. سيتا 1 بتلف كده فالستيفنس ده يعكسها يعمل فورس كده في الاتجاه المعاكس, قيمته كي 1 في سيتا 1 عشان النقطة التانية فيكسد. نيجي بقى فين هنا؟ ركز في دي بقى. ده بيلف كده فالكي ايكوفلنت هيعمل فورس في اتجاه المعاكس, فالكي ايكوفلنت هيعمل فورس كده. كي ايكوفلنت قيمتها كي ايكوفلنت ايه بقى؟ تقول لي السيتا بتاعتي ناقص السيتا التانية, فسيتا 1 ناقص السيتا التانية, بس خلي بالك السيتا التانية اتجاه البص بتاعها مختلف, فتبقى ناقص ناقص أو بلس زي ما زيادتك قلت. دي مهمة أوي دي. والتشيك بتاعه لازم يكنسلوا بعض برضه. تعال نشوف الفري بادي جام بتاع الماس التاني. هي بتلف كده فتقول لي اه يبقى على طول قبل ما انسى يبقى في جي 2 سيتا 2 دبل دوت. ماشي. ما انساش الفورس اللي هي الجيفن اصلا. التورك اي اوف تي. طيب هي بتلف كده ففي فريكشن في الارض عكسها. فتقول لي اه يبقى في فريكشن هنا بي ايكويفالنت 2 سيتا 2 دوت ناقص سيتا الثانيه, الارض ما بتلفش ثابته. ايه تاني؟ هي بتلف كده فالسبرنج يعمل فورس عكسها, سوري تورك عكسها. دي توركس, كل دي توركس يا جماعه. كي ايكويفالنت الازاحه بتاعت سيتا 2 ناقص السيتا الثانيه, بس السيتا الثانيه اتجاه روتيشن مختلف فتبقى بلس السيتا الثانيه. التشيك بتاعي لما تيجي تجمعهم يكنسلوا بعض. دي بتلف كاونتر كلوك وايز ودي بتلف كلوك وايز, بس يكنسل نفس الماجنتيود فيكنسلوا بعض, يبقى انت صح. حد عنده مشكله؟ اخر حاجه خلص طبعا تكتب الايكويشن اللي هو كان المطلوب ام 1 سيتا 1 دبل دوت زائد بي ايكويفالنت 1 سيتا 1 دوت زائد كي 1 وكي ايكويفالنت. نعم. سوري انا اسف جي 1. شكرا 100 100. ف ودي سيتا 1 يبقى كي 1 وكي ايكويفالنت في سيتا 1 زائد كي ايكويفالنت في سيتا 2, الكلام ده كله بيساوي صفر. ودي الايكويشن رقم 1. ايكويشن رقم 2 بقى جي 2 سيتا 2 دبل دوت زائد بي ايكويفالنت 2 سيتا 2 دوت زائد كي ايكويفالنت سيتا 2 زائد كي ايكويفالنت سيتا 1, الكلام ده كله بيساوي تورك اي اوف تي. جرب في البت حلها بارت اي وبعدين بارت بي, هتلاقي غصب عنك لازم تعمل البارل وسيريز كومبينيشن في حاجه معينه اللي هي النقطه اللي في النص دي, يا اما كنت هتضطر تعمل البروف بقى بتاعها. باي ذا واي برضه حاجه مهمه, ممكن طبعا يجيب لك مساله في الامتحان روتيشنال اكيد, يجيب لك ستيت فاريبلز اكيد, يجيب لك انبوت اوتبوت اللي احنا ما شرحناهاش خلاص, انت عرفت اللعبه ان هم شبه بعض, فيجيب لك انبوت اوتبوت كويشن عادي جدا, لان في الاخر بدل ما بتعرف تعمل فيه بادي ديجرام بتاعها الباقي كله واحد. هو الفكره ان الستارتنج بوينت بتاعتك دي وتبقى فاهم الانالوج. لحد هنا حد عنده اسئله؟ لا صعب. الا بقى لو جاب لك حاجه بقى عاوز يفهمك زي الانفرتد بندلم بقى اللي جاب لك في المحاضره.
يعني هو شرح لكم حاجه في محاضره اسمها الانفرتد بندلم اللي هو الترانزليشنال والبتاعه بتلف. فدي غالبا كان جايبها عشان يروش عليكم، فانتوا لو زعلتوه هيروش عليكم في الامتحان. المسائل اللي هي صعبه يعني، ف يعني ايه فشوف حلها بقى زي ما هو حلها. بس المساله